السلالم يا جماعة برضو من الحاجات اللي احنا بنفضل قوي يعني نقعد نتكلم فيها مع الناس. حضرتك هتعمل سلالم السلالم يا جماعة عندنا خلينا نقول ان هي طبعا السلالم بنفضل ان هي تكون ايه يا جماعة، بتكون من جوه يعني عشان لا قدر الله ما نخليش مسافات عالية. الستاندرد في السلالم بيقول لك تقدر تطلع لغاية 10 متر و7 من 10 وتعمل بسطة استراحة تريح الراجل في السلالم، تمام؟ احنا الرقم ده في الأوشة كبير، احنا شايفينه كبير. طب احنا في الدارج بتاعنا والعملي وهتلاقوا الناس بتعمل ايه، كل 4 متر يعني حوالي حطتين يعمل لك سلم كده ويطلع بيه متر، تمام؟ ويطلع فوق كده متر ويبدل السلم بتاعه ويطلع لك من الناحية التانية وهكذا. انا بس عشان مش راسم مظبوط يعني يعمل لك سلم كده مثلا ويعمل لك ويغير لك المدخل، بعد كده يعمل لك السلم كده طيب ويطلع برضو هكذا. يبقى انا السلم بغيره كل 4 متر. 4 متر دي ستاندرد؟ لا، انت جايب الكلام ده منين؟ ده عمليا ما بنطلعش الراجل اكتر من 4 متر وبنعمل فتحة في السلم. طب انت ايه اللي ايه يا باشمهندس الغلط بتاعنا هنا؟ الغلط بتاع حضرتك ان انت تعمل الفتحة دي لازم تقفلها لي بهاند ريل داخلي. بهاند ريل داخلي ليه؟ عشان دي فتحة سلم لا قدر الله اي واحد راجع بظهره مش واخد باله يروح واقع، فلازم حضرتك تقفلها لي يا اما بماسوره مروحه كده يا اما عن طريق ان انت ماسوره والراجل يعدي من تحتيها. بس السلم بيتغير كل 4 متر عشان نريح ناس. لو انت عملتها 6 متر وعندك سلم كبير وكملته كده ماشي ممكن اعديها، بس انت على السلم بتاعك الطبيعي اللي بتستخدمه بتغيره كل 4 متر وبتغير اتجاه السلم. ممكن على فكره تغيره في نفس الاتجاه، لو السقاله عندك عريضه ممكن تطلع السلم هنا وتروح الناحيه التانيه بس تخليه يريح، تمام؟ طيب دي برضو من الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها بتاع قفله السلم. السقالات. طب هل السلم معناها لازم يكون مايل؟ تمام، لازم يبقى مايل بنسبة 1:4. والله لو انت عملته مايل احسن، بيريح الراجل وهو طالع. بس في نفس الوقت يا رجالة لو اتعمل رأسي هل ده فيه مشكلة؟ لا مفيش مشكلة ولا تمنعه الستاندرز. واحد يقول لك يا باشمهندس اصل احيانا الاستشاري بيقول لي لازم السلم مايل. طب ما هو انت قول له طب السلالم الشبابيك، ما انت اللي هي السلالم المعدنية اللي بتيجي تركب في الشبابيك دي بمشأبيات اللي هو السلم الاحمر ده اللي بيركب في الشبابيك، ما بيركب راسي هتخليه مايل ازاي؟ اشمعنى قابلينه في ده؟ فطبيعي يا جماعه ان احنا ممكن يكون السلم راسي بس يفضل لو عملته مايل عشان تدي راحه للراجل وهو طالع. وبعد اذنكم برضو الناس تخلي بالها حته صغيره كده بس احيانا برضو الناس بتوع سعادة بتقع فيها، ان هو يعمل لك السلم كده وماسوره السقالات اللي وراه اللي هو راكب عليها السلم وماسك فيها تبقى عامله كده، تبقى انت مش مدي مسافه لرجل الراجل تحط هنا، فالراجل وهو يطلع يروح مخبوط لا قدر الله واقع. فحاول اظبط معلش ماسوره السقالات بتاعتك تبقى ورا الدرجه بتاعت السلم عشان تريح الراجل وهو طالع، تمام يا جماعه؟ دي برضو من الحاجات اللي احنا برضو بنقول للناس تاخد بالنا